أهلا بكم، نتحدث اليوم عن مباراة جيبوتي الجزائر التي ستقام يوم 12 نوفمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة. حسب موقع فوت فاندا الجزائري فإن الخطر قد تجنب ورطة كبيرة. حسب نفس الموقع فإن مسؤولي ملعب بيتروسبور المصري قد أخلقوا الملعب لصيانته، ولتجنب المشكلة الكبيرة قام وفود الخضر بطلب الإذن لقيام الخضر بحصص تدريبية فوق أرضية هذا الملعب الذي سبق بالماضي أن برمج في عدة حصص تدريبية. في ثاني خبر، شاهد توافد لاعبي الخضر إلى مطار باريس للتجمع ثم الذهاب إلى العاصمة المصرية القاهرة لبداية التربص تحضيرا لمباراة الجزائر جيبوتي، حيث نرى في الصور ألكسندر أوكيجا بن نصر ورياض محرز. للتذكير فإن مباراة الجزائر جيبوتي يوم 12 نوفمبر تنقل على قناة أون تايم سبور المصرية في النيل ساط مجانا، وكذلك أرضية الجزائر وقناة السادسة. لا تنسوا لايك ونشر الفيديو وشكرا.